بس طب اعتذرت لاعب الجون اللي انت دخلت فيه ولا بتقطيته خاطره ولا سبته؟ انا والله بص حضرتك، انا كان همي كله ان احنا نخرج، يعني انا ما جاش في بالي ان انا اروح له او كده، لان انا عارف ان هي يعني هو موقف هو خلاص عامل كده ان هو خلاص عشان بقى، يعني انت اهو وجه له رساله من خلال الريمونتادا النهارده، يعني انت لا لا لم لا تكن انا تقصد انك تعمل كده. لا لا مش قصدي، انا بتاسف له طبعا وما كانش قصدي طبعا خالص، يعني ان انا اذي حد، يعني عمري اصلا ما خدت اصلا في حياتي طرد، انا السنه دي اتطردت مرتين، في اول مره في حياتي تحصل، يعني ما تمام. حصلتش بقالي 6 سنين بلعب في الدوري. ان شاء الله الفتره اللي جايه دي تبقى فتره خير ولسه عندنا يعني فرص. اكيد انتوا موقف صعب، عشان بنتكلم بكل صراحه، يعني بعد المباراه اكيد بينكم وبين اللعيبه بعيدا عن الجهاز الفني اكيد كان في كلام، اكيد قلتوا لا لازم المقاول العربي ما ينفعش يبقى في طبعا المرحله خطر بكده ويبقى مهدد، يعني طبعا المقاول مهدد، عشان بس نتكلم بكل صراحه، طبعا طبعا، قلتوا ايه لبعض؟ احنا اللعيبه اللي موجوده المفروض ان هي كلها لعيبه كبيره ولعبوا في الاهلي والزمالك والمنتخب، ان شاء الله باذن الرحمن، يعني احنا عندنا فرصه، يعني ربنا كل يعني كل ماتش برضو ربنا فتح لنا فرصه، ان احنا يعني لسه برضو ما فقدناش الامل طبعا، حتى لو على اخر ماتش هنلعب، وان شاء الله الحظ هيجي في وقت التوفيق، ان شاء الله الماتشات الجايه دي يكون معانا ويحالفنا ونقعد ان شاء الله في الدوري باذن الله. احنا عندنا الماتش الجاي المقصه، وطبعا مش ماتش سهل زي ما الناس متخيله، برافو عليك، صح فعلا. الماتشات كلها صعبه فعلا، حرفيا الماتشات كلها صعبه، فهنعمل يعني، بس احنا هيكون الدافع عندنا شويه اعلى منهم، يوم فالمفروض ان الجمعه احنا عندكم مباراه مهمه مع المقصه زي ما انت قلت. عندنا المباراة القادمة بالظبط. مباراة مع المقاصة، فطبيعي ان هي مش طبعا مش يعني سهلة، رغم الهبوط الرسمي لمصر المقاصة، لكن طبعا مباراة خارج الحسابات، خلي بالك. طبعا طبعا مش ماتش سهل خالص، لان هم ما عليهمش اي ضغوط خلاص، بالظبط. فطبيعي ان هم هيلعبوا بارتياحية كبيرة يعني، لكن احنا المفروض ان الدافع عندنا اقوى، فاحنا اللي يبقى ان شاء الله يبقى عندنا دافع المكسب اكتر، يعني ان شاء الله احنا اللي نكسب، والماتشات اللي يكون تكملة بقى للماتشات اللي جاية إن شاء الله بإذن الله. محمد عبد الرحمن جبنا لاعب نادي المقاولون العرب، بشكرك شكرا جزيلا. خالد عبد الرحمن، عبد الرحمن خالد، انا اسف، عبد الرحمن خالد جبنا، انا اعرف بس اسمه جبنا، اسم الشهرة، ودايما اسم الشهرة هو اللي بيعلق في الاذن بسرعة يعني.